أمور تمنى تقديم رنا عمارة، أحمد ساسي ووسيم حمادي من نص نهار حتى الماضي ساعة على المندرة أفام. عسلامة ومرحبا بكم الناس اللي تسمعوا فينا توا على موجات المندرة اف ام 90 90، واللي يتفرجوا فينا على ستريمينغ لايف سور نوتخ باج فيسبوك مندرة اف ام، كيما تلقاونا زيدا سور نوتخ سيت انترنت مندرة اف ام بوان كوم، اوسي سور لابليكاسيون موبيل مندرة اف ام. ومعاكم من ورا الميكرو رنا عمارة، ومعايا اصدقائي احمد ساسي ووسيم حمادي. عسلامة الناس الكل، انا احمد ساسي. وانا وسيم حمادي، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات. اليوم السبت 17 جويلية 2021، وجيناكم ببرنامج جديد اسمه أمور تهمنا. أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة، وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة مندر أفام هي واحدة من الإذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا كل ثالث سبت في الشهر من نص نهار الماضي ساعة، في بث متزامن مع كل من دريم أفام، نفزاوة أفام، عليسة أفام، وسيليوم أفام. البث متزامن على جميع الإذاعات، ولكن على كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. كما وعدناكم في برنامج أمور تهمنا باش نحكي وعلى الأهم، وشنو أهم اليوم من صحتكم، واخترنا نحكي وعلى المتطوعين في مراكز التلقيح. أما قبل باش نبدأ ونحكي وعلى وحدة الاستعجالي كوفيد-19 براس جبل بين المد التضامني للمواطنين وغياب الدولة، الوحدة اللي كانت ثمرة مجهودات محلية من أبناء راس جبل والمعتمديات القريبة لها، واللي تعتبر وحدة عالمية، وحدة عمومية بمواصفات عالمية. باش نتطرقوا لوضعية الوحدة اليوم، باش نعرفوا زادة بالأرقام قداش عنا فلوس في الميزانية اليونيتي، وأكيد الوضع الوبائي في جهة راس جبل في المدة هذه. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع ضيفنا في الحصة، السيد حسام الغزي مدير المستشفى المحلي حسن بالخوجة براس جبل. مرحبا بك معنا سي حسام، وشكرا لك على قبول دعوتنا. مرحبا بك رنا، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي يشاهدوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل. يعيشك. قبل ما نبداو حوارنا معاك باش نسمعوا تقرير حضرناه مع السيد عبد ستار محفوظ رئيس لجنة بناء وحدة كوفيد-19 براس جبل، والسيدة سهام الغضبان أمين مال اللجنة، ونرجعوا. المشروع هذا نتاع لجنه الكوفيد خرج من رحم مشروع خيري. احنا كي حلينا معناها باب التبرع في البدايه بديناه بامكانياتنا الخاصه، والانتروتون قاعدين نبنيو والفلوس تجينا. تكلفه المشروع نتاعنا نتاع اليونيتي دو كوفيد في البني 750 مليون. جاء الوزير سي عبد اللطيف المكي دشنو قال لنا سال تزيمه بتجهيز اليونيتي وتزويدها بالاطباء. جات المرحله الثانيه بعد ما عملنا التليتون اللي صار هذاك في مواد سبتمبر، قدرنا بفضل الله وبفضل ولاد راس جبل ان نجمعوا ما قيمه 450 مليون. شرينا بهم الالات، جهزنا بهم اليونيتي، وجبنا اطباء متخصصين ابتداء من سبتمبر الى الان. احنا نخلصوا فيهم برغم اللي راهم ماهمش ياخذوا في حقهم، معناها جزء كبير من مجهود الطب هذا متطوعين به. حتى المبلغ نعطيه لهم ما يتقاسش بمجهودهم، الله يبارك لهم، هذا في اطار معاونتهم لنا احنا. وخلينا في الكونت متاعنا ما قيمة تقريبا 100 وشوية. حاليا عنا ما قيمة 30 مليون، الشيء الأكيد ماهيش باش تكفينا. مستشفى حسان بالخوجة راس جبل يستنفع به 4 معتمديات، معتمدية العالية وتيك غار ملح وراس جبل. وصلنا اليوم في حالة حرجة جدا، مستشفى ساتوري 21 مريض في وحدة كوفيد و20 في القسم الرجال والنساء والأطفال بالمستشفى. الحالة حرجة زادة على خاطر فما مونك دوكسيجين على نطاق وطني. اليوم المجتمع المدني لبزوان متاع سنتر كوفيد بما هو كونسومابل ودويات هو اللي وفر فيه للوحدة، وأيضا هو متكلف بالشارج متاع الطب. لكن الوعود اللي عطتها الدولة مش عطونا إكيبمون في الأخر جيست في البريود هذه الأخرينية، ما عطونا كان زوزة سرة عاش، وعدتنا باش دعمنا بالطاقم الطبي وشبه الطبي، ما رينا حتى شيء. بالعكس اليوم فما طب أخرين اللي خرج لتريت واللي استقال، بالحق ربي يعاونهم الطب والإطار الطبي وشبه الطبي، خاطر تعبين برشا، لازم حلول في أقرب وقت. وحلول أخرى حد يشمر على ذراعه ونعمل على رواحنا، كان فما دي بينيفول باش يعاونوا كل باش نخرجوا من الكارثة. شكرا سي عبد ستار محفوظ ومدام سهام الغضبان على المعلومات اللي قدموها لنا. شكرا زيدا لبلقيس الزعيم وعمر العلج اللي حضروا لنا سوغ بورتاج. نرجع معك سي حسام، وقبل ما نبداو في الاسئله نتاعنا نخلي لك مجال التعليق على اللي سمعناه توا في التقرير.
أكيد يعني التقرير اللي قدمته قدم بشكل إضافي وشافي المجهودات الكبيرة والمدى التضامني الكبير اللي كان من ولاد راس جبل، خاصة فيما يتعلق ببناء وحدة كوفيد 19 اللي موجودة في السبيطار، اللي لولاها ربما كانت منطقة راس جبل والمعتمديات ربما المجاورة لها باش نلقاو رواحنا في إشكال كبير، خاصة فيما يتعلق بتأمين إقامة المرضى للمرضى بالكوفيد. اليوم صحيح الوضع صعيب، الوضع خطير، الوضع ماهوش باهي، ولكن الحمد لله يعني المريض اللي جاء قد لقى فين يرقد ولقى يعني العناية الطبية اللازمة. صحيح المدى التضامني في راس الجبل ربما نموذج يذكر فيشكر، نموذج أسويفر الحقيقة في كامل تراب الجمهورية، خاطر مش من السهل انك تبني وحدة بالكاليتي هذيك وبالمواصفات هذيك وميزانية خاصة على مستوى البناء وميزانية على مستوى التجهيزات وميزانية أخرى على مستوى تدعيم الإطار الطبي، خاصة كيف جبنا أطباء اختصاص اللي هم تاويكا مقيمين يسهروا على إقامة المرضى وإعطاء يعني العلاجات الطبية للمرضى المقيمين. الحمد لله ونيبيان والحمد لله وشكر كبير للمجتمع المدني وكل من ساهم من بعيد ولا من قريب في البنية في الوحدة هذه. يعطيك الصحة. شكرا سي حسام. قبل ما نتعمق في كل ما يخص وحدة الكوفيد، ماذا بينا كان ناخذ فكرة على الوضع الوبائي اليوم في راس جبل بصفة عامة؟ الوضع الوبائي في راس جبل كما قلت أنا البارح في كلمة هو استقرار حذر وحذر جدا، يعني في كل لحظة ينجم نعمل ريكول. اليوم الحقيقة وضعية صعبة شوية أكثر من أمس، ربما أكثر من البارح. نسبة المقيمين ارتفعت شوية اليوم لحد التوى يعني نصف نهار عن 40 مقيم، إن شاء الله ما يكونوش أكثر. دعوة للناس الكل اليوم باش تحاول نلتزموا أكثر، خاصة نحن توكا داخلين على عيد كبير ما نعرفوش باش نخرجوا منه، ونخاف لنخرجوا منه ربما بوضعية أخرى أتعس أو أصعب من هكا. عندك 21 مقيم اليوم في وحدة الكوفيد، لحد الآن 20 مقيم بوحدة في بقسم الطب العام وقسم طب الأطفال. إن شاء الله نطلب من ربي إنه ما يكثرش ما يرتفعش العدد هكا. إن شاء الله تو بدنا مازلنا ما عملناش الفيزيت ميديكال باش نشوفوا أسكو فما شكون باش يخرج شكون مش باش يخرج. أغلب الحالات حالتهم مستقرة، خاصة للموجودين في الإكستنسيون تاع السيرفيس. 7 حالات موجودين لحد الآن في قسم الإنعاش بوحدة الكوفيد، كنقولوا يعني 7 حالات إنعاش يعني حالتهم تستدعي الانتباه، يعني حالتها مش مشكلة برشا. فما شكون يستحق إيواء وما هوش موجود تاو في المستشفى لحد الآن اللي عنا كل موجودين، خاصة تاو فما شكون خذيناهم على مستوى قسم الاستعجالية. واضح. على مستوى قسم الاستعجالية باش نشوفهم بعد آخر وقت مع مالي ساعة كي نشوفوا الفيزيت ميديكال، بلكش فماش شكون يخرج، فماش شكون يعني يستحق شوية عينيه وبعد يخرج من المادي ساعة، يعني نشوفوا الوضعية الحقيقية في المستشفى. واضح واضح. سي حسام، شنو هي وضع الوحدة اليوم؟ هل فما ما يكفي من الإطارات الطبية وشبه الطبية والمعدات؟ هل فما خطر تو على ديمومة الوحدة هذه؟ بالنسبة لعمل الوحدة من نهار اللي انطلقت يعني في آخر سبتمبر 2020 حتى لليوم جويلية 2021 قاعدة تقوم بواجب كبير، وتمكنت اليوم من إنقاذ عديد الأرواح. كنشوفوا احنا ثم شكون اللي بقى عندنا شهر ونصف وخرج لباس، نشوفوا يعني في 48 ساعة 6 و7 من الناس خرجوا لباس، يعني نكونوا فرحانين برواحنا وفرحانين ربما بالمستوى اللي وصلنا ليه. في النسبة ما يتعلق بالإطار البشري، الإطار البشري بالنسبة للوحدة اللي هو فيه 3 أصناف، الإطار الطبي شبه الطبي والعملة. بتبعت الحال باللي باش تكون يعني ثم نقص أكيد، خاصة على مستوى الطبي اللي هما في إطار تعاقدي، لجنة بناء وحدة كوفيد هي المتكفلة بخلاص منحة، نقولوا ماهوش أجر، منحة تقدم لأطباء الاختصاص الموجودين في الوحدة. الإطار الشبه الطبي يعطيهم ألف صحة وصحة، يعني تم جبناهم من أقسام أخرى، خاطر وحدة الكوفيد ما كانش هناك إطار شبه طبي خاص بها أو قاربها، مشكورين جبناهم من سلافس أخرى من أقسام أخرى، لبوا نداء الواجب ومشكورين اليوم يخدموا بنظام 24 ساعة ويعطيهم ألف صحة وصحة. المشكلة الكبيرة زادة موجودة على مستوى إطار العملة، اللي كما ديما كلمة نقولها أنا اللي مسنس يعطي في 100% اليوم يعطي في 300% باش نجمو نعطيه حق المرضى اللي موجودين، ولكن إطار البشري يستدعي الحقيقة تدعيم كبير برشا ولما لا بصفة عاجلة جدا. أكيد احنا من مقعنا هذا نشكر الأطباء والعملاء والكل اللي يخدموا في السبيطار والمجتمع المدني اللي قاعد يساهم بصفة كبيرة، يعطيكم الصحة. سي ناصي حسام، كما نعرفوا المدة الأخرى تم فتح قسم الأطفال بمستشفى حسن بالخوجة براس جبل لإيواء المرضى وكيف كيف القسم نتاع الطب العام، دونك هل سيتم فتح أقسام أخرى كان الوضع طلب؟ معناها اسكو عندنا الإمكانية هذه؟ وبصفة عامة شنو هي الإجراءات اللي باش ناخذوها في المدة الجاية؟
هو للأسف ما عادش عندنا أقصي في السبيطار، يعني حدنا قسم الطب العام، قسم الأطفال فقط. دونك شنو مازال قسم الولادات اللي هو ما نتصورش أنه باش نحلوه، صعيب ياسر. ولكن احنا عندنا كما نقولوا مخطط، ان شاء الله انا واحد من الناس ما نتمنىش نوصل له، معناها فما النجم وناخذوا مينيموم 5-6 اخرين في مكان اخر في المستشفى، ماذا بينا ما نوصلولوش. احنا تو قاعدين نستعملوا في الكونسنتراتور باش نقصوا اول حاجه دي بي دوكسيجين، وانتم كما تعرفوا ثم بنيري على مستوى الاكسجين والتزود بالاكسجين على المستوى الوطني. احنا المرضى اللي هما ياخذوا في كونتيتي معينه تاع اكسجين قاعدين نستعملوا في مكثفات الاكسجين باش ما نزلوش برشا على الشبكه الداخليه للاكسجين في المستشفى. اذا كان فما مرضى تستحق الكونسنتراتور فقط باش يخرجوا، تو نعاونوهم كيفاش يشوفوا لي كونسنتراتور ويمشوا لديارهم ونبقاو نتبعوا فيهم ميديكالمون باش نفضيو البلايس، باش اذا كان فما ديبي واحد اخر ولا ناس اخرى تستحق الاقامه تلقى البلاس. على ذلك ديما قلت لك احنا توك لوجيستيون كوتيديان اللي نحن نخدموا به اليوم. ولكن احنا ديما كما نقولوا عندنا نوع من تاع نظرة استباقية نوعا ما، عاملين مخطط ان شاء الله ما نوصلولوش ان شاء الله ونجير لو كوتيديان ان شاء الله يا ربي. سي حسام كان نجم نعرفوا معاك يعني الـ 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 الضغط الكبير اللي صار جراء الكوفيد، هل كان عنده تداعيات مباشره على باقي المرضى اللي تم ايوائهم في المستشفى نتاع راس جبل وباقي مستشفيات البلاد الكل؟ اكيد جدا. انت كي تسمع اليوم هيكل صحيه عموميه اصبحت كلها كوفيد، ما نحبش نذكر الاسماء ولكن اغلب سبيطارات تونس العاصمه مثلا كلها كوفيد اليوم. سبيطارات ما عادش تحكي بالحجم، مستشفى محلي جهوي او جامعي كلها اصبحت كوفيد، على خاطر اليوم اصبحت الارجنس اليوم هي الكوفيد. نجم تعطل عمليه، نجم تعطل اي انترفونسيون اخرى، ولكن ما تنجمش تعطل المريض جاي كوفيد، ما تنجمش تاخذه اون شارج. مالوريزمون هذاك هو الغالب، هذا وقعنا اليوم ولازمنا نتعاملوا معاه. تبقى شنو هل انه ما احنا قادرين نواصلوا اكثر من هكا؟ ولا هذا السؤال اللي نسالوه. على ذلك ديما نقول احنا اليوم اليد الكبيره اللي تمدات من المجتمع المدني هي اللي ربما انقذتنا وباش تزيد تنقذنا في قدم. سورتو كيما سمعنا في التقرير مع مدام سهام قالنا الفلوس اللي مازالوا ما عادش برشا، دونك يظهر لي الخطر محدق بالعمل نتاع الوحده. اكيد جدا، اذا كان ربما خطر شوف راه تدخل لجنه كوفيد مش على مستوى خلاص ما نقولش خلاص انا ما على مستوى المنحه اللي تتمد لاطباء الاختصاص اللي موجودين، راه زاد التدخل على مستوى توفير بعض المستلزمات الطبيه وبعض الاكسسوار اللي هما يخدموا بهم خاصه في الرياض. بطبيعه الحال المجتمع المدني ما نجمش يعوض الدوله باي شكل كان. أكيد. خدم على روحه اكثر من واجبه يظهر لي. اذا كان مش نقيم مش نقول مهما كان تقييم ايجابي واكثر من ايجابي. بون احنا اكيد ما نجم نكونوا كان انه نزيدوا نقولوا له والله غالب باش نزيدوا نعملوا عليك، والله غالب باش نزيدوا حاجتنا بيك. اليوم الدوله اكيد ماهيش باش تتخلى على دورها، اكيد باش تعاوننا واكيد باش تعاون مشكله كامل تراب الجمهوريه، خاطر كامل تراب الجمهوريه اليوم في حاجه الى دعم كالكسوا من المجتمع المدني بمختلف اطيافه وكالكسوا زاده من مختلف هيكل الدوله. فهمت سي حسين؟ احنا قاعدين نشوفوا في الفترة الأخيرة أنه الدولة التونسية في إطار الدبلوماسية نتاع رئيس الجمهورية تمكنت من أنها تحصل معناها كم محترم جدا من التلقيح ضد كوفيد. نحبوا نعرفوا رأيك يعني الكم هذايا إذا كان يتوزع في فترة قصيرة يعني على مدى صيف 2021 هل بإمكانه أنه معناتها يعود بالإيجاب على معناها على الوحدة هذه أنه يخفف عليها الشارج نتاع المرضى، والا العمليه معناها مازالت تتطلب برشا وقت باش نجموا نخفضوا من تداعيات الموجه هذه؟ شوف هو حاجه باهيه برشا انه عندنا تويكه كونتيتي محترمه وكميه محترمه من التلقيح، هذه حقيقه. الحقيقه هذه شنو تتطلب؟ تتطلب وضع لوجيستيك المعين وخطط تدخل معينه تماشيا اول حاجه مع الكونتيتي او الكميه الموجوده وتماشيا زاده مع الشريحة العمرية اللي لازمها تهبط الحقيقة أكثر من الشريحة العمرية اللي موجودة، يعني بمعنى آخر إنه لازمها تمس أكثر ما يمكن من البوبيلاسيون اللي موجودة. التلقيح هذي هي ربما إذا كان مش نوصل مثلا من هنا لشهر سبتمبر ديزمبر باش نلقحوا أكثر ما يمكن، مش باش تعاونك باش تتجاوز البيك هذي، أما باش تعاونك باش تتجاوز أي بيك أخرى جاية، خاطر أنت كي باش تحاول تحسن المجتمع اللي عندك والبوبيلاسيون الموجودة باش تحاول تحسنها وتعطيها التلقيح بالكمية اللي موجودة، باش تحاول تحسن المجتمع نتاعك إذا كان فما موجة أخرى جاية ربما الناس تحكي على موجة آخر سبتمبر، باش يكون المجتمع نتاعك محمي نوعا ما بنسبة معينة
من الموجة اللي بتجي آخر سبتمبر إن شاء الله، ولكن أكيد ما هيش باش تكون عندها تداعيات مباشرة وتأثير إيجابي مباشر على التوصيل. الكونتاميناسيون موجودة، المريض مريض، وبطبيعة الحال المرضى ما هوش باش يتحصلوا على التلقيح نتاعهم. وانتم اللي قاعدين تشوفوا يعني أكثر من 10، وصلنا لقريب 10,000 مصاب يوميا، ولكن نقول يعني على مش على المدى المتوسط ولكن على المدى القريب عملية التلقيح إذا كان تتواصل بنسق أرفع من هكا، وخاصة أنه شفنا أن قوات الجيش الوطني دخلت على الخط الحقيقة وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا، إذا كان عملية التلقيح تتواصل في نسق أرفع من هكاية إن شاء الله بإذن الله تكون عنا منسوب محترم من الحصانة ولا من المناعة المجتمعية اللي باش تخلينا نتجاوزوا أي موجة أخرى جاي ربما آخر سبتمبر أو في أكتوبر. في إطار التسريع من عملية التلقيح، سمعنا أنه في الفترة الأخيرة حديث على أنه الصيدليات الخاصة ربما باش تدخل على الخط وباش تقوم بمعناتها عملية التلقيح. حبينا نعرفوا هل لوجستيا العملية ممكن، يعني هل كل الصيدليات قادرة أنها تجيب التلقيح وتحفظها في درجات حرارة بتاع إلا 80 وغيره، يعني هل العملية لوجستيا ممكنة؟ وإذا كان ممكنة يعني قديش ينجم يكون الفاعلية بتاعها في أنها تسرع في عملية التلقيح؟ خاصة نطقت استيعاب الصيدليات كما نعرف في راس الجبل ما مش كبار برشا، دونك كيفاش باش تكون العملية بين العبيد اللي تاخذ في الدواء والعبيد اللي تلقح أنا الحقيقة ربما الفولي هذية ربما اللجنة المختصة اللي سهرت عليه وعملت في بالي فما أمر حكومي في بالي هبط في الجورت أو بشهبط في الأيام القليلة هذه، ما على ما أعتقد أنه هبط. نتصور لوجستيكمون اللجنة اللي سهرت على الأمر الحكومي هذا وعلى الأكسيون هذه اللي هي إدماج المساحات الخاصة في عملية التلقيح ضد الكوفيد 19 أكيد راهي خممت في كل شيء. حاجة أخرى، رو فما تلقيح معناها ما تحتاجش عملية تبريد كبيرة برشا، خاصة التلقيح الصينية وتلقيح الصينية يعني تحفظ في درجات حرارة عادية جدا، ربما هذا وكان فما كونتيتي كبيرة يعني دبرنا منهم، ربما لوجستيك ما هيش باش تطرح الإشكال الكبير. ولكن شكون الصيدليات أو شكون الأطراف اللي ربما اللي باش تنسق بين الصيدليات الكل وعملية التلقيح كيفاش باش تصير؟ ربما في قادم الأيام فما البعد الإجرائي هذا أكيد توجينا ويفسر لنا كيفاش. لحد الآن مازال ما وصلنا شيء، ولكن الأكيد توجينا ويقول لنا كيفاش، كيف مثلا التحاليل أول ما بدأت، لما مش نحكي على التحاليل السريعة ولكن نحكي حتى على البي سي آر، كانت الأول ما بدينا في المستشفيات بتعريفة معينة، بعد تالي قبل ما وقت اللي تم إدماج أو إدخال المخابر الخاصة باش تقوم بتحليل البي سي آر جات كيفاش، وتم إعطاء قائمة ثم دي لابوراتوار تتقدم إذا كان استجابت لكرة شروط معينة، وإذا كان استجابت لشروط معينة يتم منحها الترخيص باش تعمل البي سي آر. أنا نصور ربما ما هيش باش تكون خارج على البوتقة هذه أو على النظام. واضح سي حسين في انتظار مثلا تنفيذ الدولة الوعود تجاه معناتها مستشفى حسين بالخوجة براس جبل، هل ترى أنه لازم المجتمع المدني يعاود يدخل مرة أخرى خاصة في الظرف الحالي؟ بمعنى يعاود يدخل؟ هل معناه تقصد المد التضامني تاع المجتمع المدني اللي صار المرة الأولى بالضبط في انتظار معناتها أن الدولة تزيد تتدخل معناتها بما يتاح لها من إمكانيات؟ أنا في اعتقادي الشخصي أنه دور المجتمع المدني لما نسمى كالكسوة الدولة عاونت أو معاونتش، دور المجتمع المدني لا مناسة منه. ديجا احنا تويكا في السنوات الأخيرة قاعدين نحكيه على شراكة بين الدولة والمجتمع المدني. المجتمع المدني عنده دور مهم ومهم جداً، الخطر تو احنا اكتشفنا خاصة في فترة في الكوفيد هذه انه بامكانياتنا الدولة صعيب برشا باش توصل تلحق على كل حاجياتنا. على هنا جاء المجتمع المدني وغطى واعطى يد المساعدة. دونك المجتمع المدني في اعتقادي الشخصي نتصور انه دوره مازال موجود وباش يكون موجود ودائما باش يكون شريك فاعل مع الدوله مش كان في الكوفيد برك، وربما حتى من بعد في ريستريكسيون ربما تاع قطاع الصحه الكل. دونك نوجه دعوه للمجتمع المدني لاي واحد ينجم يعاون باي حاجه مستحقينه برشا كسوا في راس جبل ولا في تونس الكل. اكيد سينا شكرا لك مره اخرى سي حسام مدير المستشفى المحلي حسن بالخوجة براس جبل على حضورك معنا اليوم. واحنا توا باش نخرجوا فاصل غنائي صغير مع بلادي تونس زينه البلدان، ونرجع لكم في موضوع اخر. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا على إذاعة المندرة FM، وبشراكة مع مبادرة مناظرة كما ذكرنا في بداية الحلقة باش يكون مخصص الحديث عن المتطوعين في مراكز التلقيح، الناس اللي قاعدة تضحي من أجل ضمان حسن سير عملية التلقيح. حبينا نسلطوا عليهم الضوء من ناحية باش نشكروهم على مجهوداتهم، ومن ناحية أخرى باش نعرفوا حقيقة الظروف اللي قاعدين يشتغلوا فيها. للإجابة على كل هالتساؤلات يحضر معنا عبر الهاتف السيد عمر مالك جليزي رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسيد حسين.
سي عمر مرحبا بك معنا وشكرا لك على قبول الدعوة. ألو يظهر لي فقدنا الاتصال بسي عمر دونك جست نعادوا نتصلوا به. دونك نعادوا نذكركم بشنو بشنا نحكيو. دونك قلنا في الجزء الاول حكينا على الميتي كوفيد براس جبل، تويكا باش نحكيو على التلقيح مش في راس جبل بصفه خاصه، باش نحكيو على سيدي حسين مركز سيدي حسين باش نشوفوا المتطوعين اللي موجودين غاديكا. خذينا منهم ممثل اللي هو الهلال الاحمر باش نحكيو معاه على تفاصيل اكثر. وسيم عندك ما تضيف؟ كما كنت تقول رنا، كراديو مندر اف ام قمنا بزياره للمركز التلقيح بسيدي حسين وشفنا عينا الظروف اللي يعيشوها المواطنين اللي يتوجهوا للمركز هذايا والمتطوعين اللي قاعدين معناتها متواجدين على عين المكان في مركز التلقيح. في حقيقه الامر الظروف كانت صعيبه شويه، معناها فما نقص في ظروف معناتها العمل، فما نقص في الليبابات. اكزاكتومون وسيم، انت كنت حاضر على عين المكان دونك انت اعطينا ديجا انت شنو شفت قبل ما نحكيو مع سي عمر. نعم هذا هو كما قلت نقول رناء، الظروف صعيبه شويه، يعني من المفارقات العجيبه والغريبه نلقاو حتى الضوء معناتها مقصوص في مركز التلقيح اللي من المفروض يكون هذه حاجة معناتها أساسية على خطر عنا التلقيح اللي يلزمها تتحفظ في درجة حرارة ما تقلش على 80 درجة تحت الصفر. في الحقيقة ظروف كانت صعيبة برشا، حتى المواطنين ما كانش عندهم يعني في قاعة للانتظار أو مكان للانتظار، تقريبا كانوا متواجدين في الشارع. كيف يا وسيم، زاد مشيت أنا مع مركز التلقيح في منوبة لاحظت أنه المتطوعين معناتها قاعدين يخدموا وحدهم، ما ريتش تأثير من الدولة، ما ريتش مساعدة من الدولة باش تحاول تأثرهم وتحاول تستثمر الجهود هذه الكل. بهي عاودنا خدنا الاتصال مع سي عمر مالك الجليزي كما قلنا هو رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بسيدي حسين. ألو سي عمر تسمع فيا؟ صباح الخير سي عمر، مرحبا بك معنا على موجة المندرة اف ام. دونك في البداية خلينا نفهموا معاك شنية بالضبط طبيعة المهام اللي تقوموا بها في المركز كمتطوعين وشنو مدى مساهمتها باش تعاون المجهود الوطني للتلقيح. نقول في الصحة نحن الهيئة المحلية مع الهلال الأحمر التونسي بسيدي حسين منذ نشأتها في 2005 إلى حد الآن معناتها تعمل يوميا على الميدان وبدون انقطاع وفقا لمبادئ اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر. ونذكرك بها بعجالة هي الإنسانية والتطوع وعلى مسؤوليات والحيات والعالمية والاستقلالية والوحدة. العمل نتاعنا كان في معالجة مجهود الدولة وفي البرنامج الوطني للتلقيح الخاص معناتها بمرض كوفيد الذي أعدته وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة وبرنامج عزيمة. كانت مساهمة الهلال الأحمر التونسي والهيئة المحلية بسيدي حسين وكل الهيئات المحلية الأخرى على نفس النسق هو تحسيس بأهمية الرقابة، أهمية التباعد وغسل الأيدي ونفس الكمامات، إلى جانب التحسيس بأهمية التلقيح والتلجيه في منظومة الإباحة، هذا معناتها عملنا اليومي. أعداد قوائم الاستئناف ذات الأولوية، ذات الأولوية معناتها في التلقيح، معناتها الناس المصابين بأمراض مزمنة كما نقص المناعة ومرض الشبه والسكري إلى آخره. كذلك دورنا أنا عرفنا خاصية التلقيح وكيفية إجرائه، ومساعدة بعض الفئات اللي معناتها يسكنوا وحدهم ورجال كبار ما عرفوش على التلجيه. باهي سي عمر. في المركز هذا هو المشاركة في تأمين عملية التلقيح في المراكز الجهوية والمحلية. واضح سي عمر يعطيك الصحة. حوارنا مازال باش يتواصل معاك، أما قبل ما بعضنا باش نشهدوا باش نسمعوا شهادة الشابة هناء ترابلسي عن جمعية الكوميتا متطوعة في حملة التسجيل في منظمة إيفاكس. نسمعوا مع بعض. قمنا الأسبوع الفارغ بحملة تحسيسية من خلال الباب باب، درنا على المواطنين، سجلنا ما يقارب 780 في منظومة إيفاكس. الحملة هذه قاعدة معني تجاوب بين المواطنين لأن توجهنا لهم منازلهم ديريكت اللي هما على خاطر كثرتهم كبار في العمر ما يعرفش يسجل ولا ما ينجمش يجينا باش يسجل. الأسبوع هذايا بدينا في حملة تحسيسية أما المرة هذه بالخيمة، كانت من خلال إطار برنامج عزيمة اللي فيه الجمعيات المحلية بريسك الكل. الحملة هذه كذلك قاعدة تجاوب، حاولنا نركزوها في السنتر بتاع سيدة حسين، لقينا تجاوب من الأول ما كانش فما برشا تجاوب، لكن توا في ثالث يوم لقينا يعني العدد قاعد يكثر. من الأول كنا في 20-30 مواطن يجي يسجل، توا وصلنا ما يقارب يعني 80-90 مواطن في شهر نهار قاعد يجي يسجل معنا. الظروف الآن يعني احنا اللي متوفرين من خلال البلدية وفرت لنا كل ما هو لوجيستي
المنية، كذلك الجمعيات المحلية يعني على مستوى محلي حاولنا نوفر الماكسيمم الموجود. وزارة الصحة ما عطينا حق القوة مثلا حتى تجاوب منهم وإلا تعاونوا معنا حتى بالإبابات والعقمة. رجال الأعمال كذلك يعني غياب تام عن المنطقة. إن شاء الله في إطار برنامج عزيمة الأسبوع المقبل شفنا البافيت المعقمة، لكن الباقي يقعد مجهودات يعني فردية من الناس اللي موجودة لأنه التعاون تاع العباد. نشكر الشابة هنا ترابيسي عن جمعية الكوميتا واللي هي واحدة من برشة جمعيات مشاركين في حملة التسجيل في منطقة سيدي حسين. سمعت معنا سي عمر رشيد المتطوع هنا، نحب نعرف هل الظروف اللي يخدموا فيها زاد المتطوعين من الطريق الأحمر في مراكز التلقيح تختلف إلى لا، وهل فما دعم من السلطات المركزية مع وزارة الصحة أساسا والسلطات المحلية زاد، وهل فما مع توفير المستلزمات اللي يستحقها المتطوع زعما باش ينجم يقدم الخدمة هذه في ظروف مرتاحة ومنظمة؟ سي عمر السؤال ليك. تو نحن عندنا 4 أشهر معناتها بدينا مركز تلقيح، ونحن كنا رحلوا لحد متواجدين معناتها قاعدين نوفروا نحن الأرقام وندخلوا نحن الأعداد نأكدوا على التباعد نتاعهم في الصف دخولهم وخروجهم الانتيرونتوار مع الطب قاعدين نثبتوا معناتها حتى في الإشكاليات نحلوا فيها نتاع المواطنين هذا جاه ميساج هذا ما جاهوش هذا برز معناتها وبعد ما جاء التسجيل قاعدين نفضوا الإشكاليات هذه الكل. كنا نخدم ب 13 متطوع كل نهار جبت لحد توا نظرا لتفشي المرض نقصنا في عدد المتطوعين ولينا ديما احنا 7 معناتها متطوعين قارين كل نهار جبت لحد. ما تعرف الامكانيات كلها محليه بحته من ولاد الهلال الاحمر. وزاره الصحه وفرت وقت معين لفطور الناس كما اليوم مثلا ولادنا يخدموا ما عندهمش فطور معناتها الفطور نتاعهم مش محسوب. نحن بدينا من 8 نتاع الصباح وقبل 8 نكملوا بعض ما 3 ساعات الى 4 ساعات شيء. دونك البافاتيات والجاد نتاعنا والشنيات نتاعنا قاعدين نوفروا بدنا نحكوا عليها كلها معناتها في امكانيات ذاتيه بحته للهيئه. الحق معناتها الوزاره موفره الماء وموفره جو بور لو مومون المدارس اكثر من هكا ما فما حد شيء. به واضح. شكرا سي عمر كما كنت تحكينا على ظروف العمل الصعيبه نتاعكم، مي خلينا نقول اللي الظروف هذه اكثر من صعيبه هي ظروف خطيره. سؤالنا لهنا هل يتمتعوا المتطوعين من الأحمر بالأولوية في التلقيح كما صار مع عدة قطاعات على غيرها قطاع الصحة وإلا لا؟ والله نعم ما نحن تكون عنا أولوية في التلقيح خاصة أننا نحن بدينا الهيئة الوطنية من الأحمر التونسي عن طريق الهيئة الجهوية لقائمة اسمية في المتطوعين وفنهم والأقدمية نتاعهم في الهلال ورقم بطاقة تعريف وبريد إلكتروني قصد إدراجهم ضمن قائمة الأولويات في تلقي التلقيح باعتبارهم في الشرف الأول كما الإطار الطبي والشرف الطبي بيخدم. وتوا ما خرجتش معناتها الأكواغ نتاعنا باش ينقحوا ما تعرف تفشي المرض ويجيو قاعدين تكونتاميني معناتها وانت في الزدافه معناتها صرت وتتكلم ووجهك وجه العباد فما ريسك حتى على المتطوعين نتاعنا. هذاك علاش نحن نطالبوا وزاره الصحه بالاسراع ولا تقوم بالاسراع بتلقى معناتها بتلقيح المتطوعين نتاعنا لحمايتهم. هي ناس متطوعه وعاتيه من وقتها من جهدها واكثر من وقتها من جهدها يركبوا على حسابهم اولاد واغلبيتهم طلبه وتلامذه معناتها ناس معناتها عامة الواجب الوطني نتاعها بكل تلقائية بكل تطوع وروح إنسانية وقفوا مع الوطن مع بلادنا الجائحة هذيا معناتها ماذا بينا على قمع فيهم حقهم في التلقيح. واضح سي عمر شكرا ليك ونعود نجدد تحياتنا وشكرنا لكل المجتمع المدني القاعد يعاضد في مجهود الدولة في القيام بعملية التلقيح. شكرا ليك مجددا على الحضور. احنا مازلنا مواصلين الحوار نتاعنا ولكن قبل نمشي إلى فاصل موسيقي ثم نعود. رجعنا لكم مرة أخرى في برنامج أمور تهمنا، ما زلنا نحكي على المتطوعين في إطار مجابهة فيروس كورونا. كنا حكينا في الجزء الأول على المتطوعين في المجتمع المدني، وتوا باش نحكي على المتطوعين عن طريق الوزارة. على هذاك تحضر معنا بالتليفون الدكتورة إيناس عيادي مستشارة لدى وزير الصحة. عسلامة مدام إيناس. عسلامة. بيهي مرحبا بك معنا وشكرا لك على قبول الدعوة. دكتورة حسب موقع وزارة الصحة نلقاو اللي عدد المسجلين للتطوع تقريبا تجاوز 3000 متطوع. يعني سؤالنا لهنا هل قامت وزارة الصحة بالتواصل مع المسجلين هذوما وهل فما شكون فيهم انطلق في العمل وإلا لا؟ كما تعرفوا احنا من شهر مايو وقع ادراج هذه
مثل بلاتفورم تاع التطوع اللي هو تلقاو اللي على الباج نتاع وزاره الصحه على السيت نتاع وزاره الصحه اللي هو ابل فولونتاريا فيوستو شكون الشخص معناتها يكون شخص معناتها انسان عبد ولا يكون شركه يعطي لي كوردوني نتاعو ويختار شنية الحاجة اللي حبيت تتوع فيها يعني في التسجيل يعني في الأسئلة اللي نعملوها في التلقيح وإلا في التلقيح ولهنا يدخل الأوقات اللي هو نجم يكون فيها هذا الأيام اللي نجم يكون فيها الولاية والمعتمدين بعد في وزارة الصحة عندنا مسؤول هو يخرج القائمات هذوما ويقع إدراج القائمات هذوما للإدارة الجهوية باش ياخذوا يتصلوا بالأشخاص هذوما تعرف العمل التطوعي معناتها على حسب الأيامات على حسب نجم يجي يقول لك نخدم ساعة من زمان ولا ساعتين هذي قاعدين تم في إدارة جهوية وقع التواصل مع المتطوعين ثم المتطوعين يحضروا في كل أسبوع في بعض مراكز التلقيح العملية هذه متواصلة لكن تعرف ديما عمل تطوعي معناتها ما نجموش نبنيو عليه الاستراتيجية متاعنا تكون متواصلة. السؤال لازم نطرحوه تويكا مدام إيناس هو هل سيتم توفير مستلزمات الوقاية للمتطوعين هذوما وسورتو لا كيستيون هل باش يتم تمتيحهم بالأولوية في التلقيح؟ هما الأشخاص وقت يجيو يتلقاو في العملية التلقيح ياخذوا بيان سور احنا في التلقيح هما كاين بافيت مش حاجة أخرى غير الماسك معناتها فماش حاجة خصوصية يعني اللي فماش حاجة خاصة بعمل التلقيح مش فما لبسة خاصة ولا حاجة جوست البافيت اللي هي اوبليغاتوار للكمامة الاوبليغاتوار للناس الكل هي عملية التلقيح ما هماش حاجة متواصلة التلقيح العباد كل قاعدين معناتها من الأولويات مش خاطر خدمة نهار عندك أولوية على حد اللي هو العمر متاعه يستوجب أنه التلقيح متاعه لكن مهنيا الصحة الأغلب متاعهم وقع الدعوة متاعهم فما في المجتمع المدني طلب أنه الجمعيات اللي هم مشان دي وزارة الصحة يقع إدراجهم في عمل التلقيح هذا لهنا طلب هذا قاعدين يقع دراسة متاعه وبفهم. كنا نحكيه في الجزء الأول مدام إيناس مع سي عمر رئيس هيئة المحلية بالهلال الأحمر بسيدي حسين حكينا على الظروف اللي هي صعيبة وحكينا على خطر اللي حسوا فيه على خاطر صحيح هما البافيت لازمة للعبيد الكل ما هما في كونتاكت ديريكت مع برشا عبيد كل يوم عمرهم بش يكونوا ديجون دوك مش بش يكون عندهم الأولوية قريبة على منظمة إيفاكس دوك نتصور لازم فما استراتيجية لحمايتهم بصفة خاصة كمتطوعين. كما قلت لك فما الطلب هذي جينا قاعدين في طور الدراسة واضح. أنا شخصيا دكتورة أنا سجلت في استمارة التطوع عندي أكثر من جمعتين سنخلي صوت بعيد معك أحمد زميلنا في الإذاعة قاعد يحكي معك تسمع فيه ولا ليه؟ أيوة. انا شخصيا دكتورة كنت سجلت في استمارة التطوع عندي اكثر تقريبا توا من 3 جمعات لكن التوا متواصل معي حد رغم اني الدات اللي حطيته متاع التطوع هو انا غدوة معناتها من نهار لحد هل فما تباطؤ في عملية التواصل مع المتطوعين؟ والله كما تعرف في كل جهة مسؤولية الإدارة الجهوية ما تنجمش الوزارة تكون تبع المتطوعين اللي هو وتبع الانجاجمون تاعهم هيك علاش احنا التطوع هذا يصير اونيفو ريجيونال كل جهة عندها تعرف هي المجتمع المدني تفاعل معاه ايجابيا تنسق مع الجمعيات تنسق العملية سواء التسجيل والا التلقيح مع في نيفو الجهوي